السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل فاميلي للفوتنج. وليكن مثلا عندي حائط بالشكل دوت اهوت، تمام. لو انا قلت له حط لي ايزوليت فوتنج، مجرد ان انا اعلم على الحائط، او حاطه لي القاعده دي. طيب لو انا جيت على الحائط دوت وعدلت فيه، يعني قلت له اعمل لي البروفايل وبدات ارسم اي اشكال هنا بالشكل دوت، اجي اقول له انا عايز ارسم الحائط بتاعي يبقى كده كده وطبعا عشان يبقى الشكل مغلق هعمل قطع هنا، وبعد كده ابدا اوصل بينهم بالشكل دوت واقول له اوكي. الاقي ان الفوتنج اتعمل بالشكل دوت، تمام، بس في اجزاء هنا مش موجوده، تمام. طب ازاي اعمل الاشكال ديت؟ ممكن اجي هنا من ارتك، طبعا عامل شكل غير منظم كده كفريش يعني. هقول له انا عايز كومبوننت موديل ان بليس، تمام. بس لما اجي ارسم ارسم على الحيطه دي، مش هرسم على الارضيه، فلازم اجي هنا فورك ان بلان واقول له شو، هيوريني ان هو لا اي حاجه ترسم ترسم على الحته دي، لا ده انا عايز ارسم على الحيطه. هقول له سيت واقول له بيك ابلان واختار الحيطه بتاعتي، تمام. وبعد كده هروح هنا من اركتشر هقول له انا عايز كومبوننت، عايز موديل ان بليس، شوف بقى ايه الحاجة اللي انت عايزها. مثلا structure foundation، اوكي. وتبدأ ترسم الشكل بتاعك من خلال extrusion. اقول له انا عايز ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. وواحدة كمان هنا، تقدر تقيس وتحط المقاسات اللي انت عايزها زي ما انت عايز، تمام. وبعد ما تخلص تقوله اوكي على سبيل المثال، وتيجي هنا من التوب وتبدأ بقى تظبط الحاجة بتاعتك. هتبقى مثلا من أول حيطة لآخر حيطة، فهتيجي من هنا تقول له تخلي دي أول حيطة أو خلي دي في نهاية الحيطة بشكل دوت، تمام. وبعد كده تيجي هنا وتروح بقى على الماتيريال وتدي له نفس الماتيريال اللي هتلاقيها موجودة في الفونديشن هنا. يعني دي الماتيريال بتاعتها ايه؟ استراكشر ماتيريال يعني. بعد كده هاجي بقى للحاجة اللي احنا لسه عاملينها، اقول له اديت ان بليس الماتيريال بدل ما هي ميتال، كده تبقى واخدة نفس الماتيريال بشكل دوت.